بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم من جديد اليوم ابنائي وبناتي. في المحاضرات السابقه في شابتر 3 بنحكي على البيولوجيكال ميمبرين ومعطين تركيز شويه لحكايه ترانسبورت اكروس ميمبرين سواء الاكتيف والباسيف فورم. احنا حكينا شويه عن الباسيف وحكينا عن الاكتيف. اليوم ان شاء الله بدنا نكمل على حاجه اسمها انتجريتد مالتيبل ترانسبورت سيستم، يعني خلينا نقول اكثر من سيستم ممكن يكون نجمع الاكتيف والباسيف مع بعض، بحيث في النهايه احنا بدنا ننقل موليكول من مكان او من سايد لسايد التاني. يعني هنا بيشترك مع بعض او اكثر من سيستم اللي حكينا عنه سواء اكتيف وباسيف مع بعض بيشتغلوا عشان ننقل الترانسبورت. وهنا بعطيكم الفيجر لامامكم، بعطيكم مثال. هنا بدنا ننقل اللي هو جلوكوز موليكول فروم ذا اليومن اوف ذا انتستين. طبعا تخيلوا الامعاء الانتستين، اليومن المقصود فيه اللي داخل، تجويف داخل الامعاء بطبيعه الحال، واللي انا بسميه هذا ابيكال بوردر. ابيكال بوردر المقصود في الابيكال بوردر اللي هو الجهه اللي هي ايه، او الجهه المقابله لليومن، او اللي احنا بنسميها اليومينال فيس بمعنى اخر، تجويف الامعاء. هنا طبعا مصدر السكر او الجلوكوز زي ما انتم عارفين عن طريق الاكل بمعنى اخر، يعني اكزوجينس. يعني السكر هذا انا بدي امن وصوله ايش للجسم للبلد، بس طبعا هنا بدي اخذ او اشتغل على مالتي ستيب بروسيس، بتتمش من خلال خطوه واحده. خدوا بالكم السيستم اللي بدي احكي عنه للترانسبورت للجلوكوز هين بيختلف عن السيستم اللي بوصل فيه الجلوكوز اللي موجود في البلد للاذر او لكل التيشوز. هناك موضوع ثاني او في ترانسبورت ثاني اللي هو الجلاب بانواعها، واللي ان شاء الله اذا لنا عمر بنحكي عنها في موضوع الكلينيكال كيمستري، كلينيكال كيمستري 2 لما نحكي عن الدايابيتس. بس انا بحكي الان على الجزئيه، عمليه الترانسبورتيشن للجلوكوز من خلال انتجريتد مالتيبل ترانسبورت سيستم. كيف بدنا نوصله من داخل الامعاء الجلوكوز اللي جايينا من الاكل لايش؟ هنا الابيثيليال سيلز زي ما احنا شايفين اللي هي اللايننج، الحدود بتاعت الامعاء او ليش بتلف حوالين الامعاء. هنا يمثل اللي هو جزئيه الانترستيشال فلويد، السائل اللي موجود ما بين الاورجنز. وهنا تمثل الحته هذه اللي هي البلاد فيزل. البلاد فيزل زي ما انتم عارفين بيكون محاط باندوثيليال سيلز اللي هي اللايننج بتاع البلاد فيزلز. كمان مره انا بدي امن وصول الجلوكوز من الابيكال سيرفيس او اليومينال سيرفيس في داخل الامعاء اللي جاي عن طريق الاكل بطبيعه الحال، بدي ادخله او اعمل له امتصاص في داخل اللي هو الابيثيليال سيلز اللي عامله لايننج لايه؟ للانتستين. وبعد كده بدي انقله من خلال المنطقه هذه اللي فيها الانترستيشال فلويد، وبعد كده بدي انقله لداخل البلاد فيزل عشان يتم توزيعه على سائر الجسم. الان انا بدي احكي عن شوف الميكانيزم او عمليات الترانسبورتيشن اللي بدها تتم عشان ننقل الجلوكوز كل المسافه هذه او كل الخطوات هذه. رقم واحد زي ما احنا شايفين عندنا الصوديوم بوتاسيوم بامب، اكيد واحد فيكم بيقول هي عباره عن اكتيف ترانسبورت انتيبورت، يعني احنا بننقل صوديوم من الداخل للخارج والبوتاسيوم من ايش؟ من الخارج للداخل بمعنى اخر. طبعا هي برايمري اكتيف ترانسبورت، حكينا المساله عنها. الان عمليه اللي هي ايه؟ نقل الصوديوم زي ما احنا شايفين، الصوديوم بدنا نجيبه من الداخل للخارج طبعا، والبوتاسيوم من الخارج للداخل، كل واحد اجينست كونسنتريشن جريدينت. الان ترتب على المساله هذه انه ركزنا الصوديوم برا وعملنا الكتروكيميكال جريدينت اللي هو بسبب انه الصوديوم صار برا اكثر بطبيعه الحال. الان هاي سيستم واحد دخل في الموضوع، السيستم الثاني اللي هو او الكارير الثاني بده يشتغل اللي هو عمليه كو ترانسبورت ما بين الصوديوم والجلوكوز. لاحظوا انه الصوديوم الوضع الطبيعي انه ينتقل من الخارج للداخل، لانه كونسنتريشن في الخارج اعلى منه في الداخل بطبيعه الحال. عشان كده طبعا ما بحكيش عن الصوديوم الموجود في الامعاء يعني عشان توضح الرسمه هذه، بس الصوديوم ممكن نرسم القناه هذه في المنطقه هذه معنى اخر يعني. لكن خلينا نقول الصوديوم اللي طلعناه برا بدنا نرجع جوا او بده يرجع جوا من خلال سيستم ثاني طبعا اللي هو كو ترانسبورت. هنا بيشتغل الصوديوم الجلوكوز، الصوديوم اوريدي مع اوريدي محمل انرجي من الخطوه هذه، عشان كذا. وهنا احنا مش محتاجين الانرجي للصوديوم لانه ويذ كونسنتريشن جريدينت من الخارج للداخل، كونسنتريشن بتاعه اعلى برا، وعشان كذا ما فيش مشكله ناخذ جلوكوز معه، يعني نستفيد من الانرجي اللي اوريدي موجود على الصوديوم اللي هو مش محتاج عشان يرجع.
نعطيها للجلوكوز عشان يرجع بقى. هنا بنكون دخلنا الجلوكوز في داخل الابيثيليال سيلز. الان الخطوه الثالثه رقم ثلاثة اللي هي عمليه باسيف ترانسبورت من خلال البازل بوردر اللي هي الجهه الثانيه بمعنى اخر للبلازما برين بتاعت الابيثيليال سيلز، من خلال اللي هو فاسيليتيتد باسيف ترانسبورت. زي ما انتم شايفين فاسيليتيتد باسيف ترانسبورت، هنا مش محتاجين انرجي ننقل الجلوكوز اللي جبناه من السيستم هاب. طبعا بعد كده اللي هو ايه ندخله في داخل اللي هو ايه البلاد فيزل بميكانيزم ما من خلال الكلوت على سبيل المثال. هنا كن املنا الجلوكوز ترانسبورت لداخل البلاد فيزل. طبعا لاحظوا انا اشتغل عندي ثلاثه سيستم او ثلاثه ترانسبورتنج سيستم، صوديوم بوتاسيوم بامب وهذه كانت اكتف. هنا عندي اللي هو ايه الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورت وهذه كانت خلينا نعتبرها سكندري اكتف، بمعنى اخر الانرجي مش محتاج انا انرجي اجيب اكسبند انرجي، يعني لانه الانرجي اللي اوريدي موجوده مع الصوديوم من خلال السيستم هاد اللي هي انا استخدمناها ووصلنا جلوكوز. الان بالنسبه للجلوكوز مساله باسيف ترانسبورت فاسيليتيتد من خلال كارير ننقله لايش؟ ونوصله للبلاد فيزل. المعنى انه ليش اعتبرت المالتي او انتجريتد مالتي ترانسبورت سيستم؟ هنا مش ضروره يصير الكل في وقت واحد، لكن بالتاكيد اذا ما صارش اللي هو الخطوه واحد واثنين مش هيصير خطوه ثلاثه، بمعنى عشان اصل للمرحله هذه واكون قادر على نقل الجلوكوز اوصله للبلاد فيزل لازم تكون خطوه واحد تمت ولازم تكون خطوه اثنين تمت عشان امن وجود الجلوكوز داخل الابيثيليال سيلز وبالتالي انقله ووصله للبلاد فيزل. هاي فكره اللي هو انتجريتد او مالتيبل ترانسبورت سيستم. طبعا ممكن ايش يكون هنا مثلا على سبيل المثال هنا كان برايمري اكتف، ممكن يكون سكندري اكتف، ممكن يكون باسيف. الفكره انه كل واحد يشتغل في اتجاه طبيعه الحال عشان نامن وصول الجلوكوز لايش؟ لداخل البلاد فيزل. هاي الخطوات اللي بحكيناها رقم واحد كان صوديوم بوتاسيوم بامب وهذا عشان نعمل الكتروكيميكال جريديانت على اساس انه تركيز صوديوم برا وفي الانرجي. الخطوه الثانيه اللي هو لينكد كو ترانسبورت زي ما شفنا اللي هو نقلنا الصوديوم مع الجلوكوز وما كناش محتاجين انرجي نستهلك لانه اوريدي انرجي موجوده في الصوديوم. طبعا هذه كانت في اتجاه اللي هو الابيكال سيرفيس للايش؟ للانتستين. رقم ثلاثه اللي فاسيليتيتد باسيف ترانسبورت بعد ما املنا دخول الجلوكوز لداخل الابيثيالسيس الان من خلال كارير سيستم باسيفلي بطبيعه الحال حننقله لداخل ايش؟ او نوصله للبلاد فيزل. موضوع في موضوع ثاني من الترانسبورت اللي هو الدياليسيز، بذكرنا بالناس اللي بيعملوا غسيل كلى يعني اللي هو الدياليسيز اللي هو لما يكون عندنا يعني عده او مالتيبل سوليوس او ديفرنت سوليوس دالبات في محلول حطينا السيمي بيرميبل ممبرين يعني شبه نفاذ بمعنى اخر بنتوقع انه الاشياء اللي ايش؟ حجمها بتعدي من خلال الفتحات او البورز الموجوده في الممبرين ممكن تعدي او بتعدي للجهه الثانيه بطبيعه الحال، لكن الاشياء اللي احجامها اكبر ما بتعديش. طبعا المساله هنا سيلكتد. في عندنا نوعين من الدياليسيز اللي هو طبعا حركه السليوت او المذاب من خلال سيلكتد ممبرين او بيرميابل او سيمي بيرميابل ممبرين. عندنا هيموداليسيز اللي بيستخدموه في الرينال او الناس اللي عندهم فشل كلى ورينال فيلير، او عندنا بيريتونيال دياليسيز من خلال استخدام غشاء البيريتوني نستخدم في عمليه الدياليسيز. خلينا نشوف المساله تعتمد على ان ايكوال ديفيوجن اوف سوليوت، يعني تعتمد على الاحجام المختلفه للسوليوس الاشياء المذابه في السولفنت عشان تعدي، اللي حجمها يتناسب او اقل من حجم البورز بعدي، احجامها الكبير الاحجام الكبيره ما بتعديش. طبعا في حكايه المستغل المساله في حكايه الهيموداليسيز الاشياء اللي ممكن تكون توكسيك زي لما تتجمع بكميات كبيره زي الكرياتينين واليوريا هذه ايش؟ بنطلعها وبنخليها تعدي وتطلع لبرا. طبعا هيقول له واحد ما في اشياء برضه مفيده هتعدي ممكن تكون احجامها اصغر، صحيح بتعدي لكن احنا بنعوضها للبيشنت نعطي له اياها انترافينوس ونعوض له اياها يعني، لكن احنا بنكون شلنا جزء كبير من اشياء توكسيك من خلال الممبرين بطبيعه الحال، واشياء ثانيه طبعا احجامها ممكن تكون مفيده وحجمها كبير ظلت موجوده، ويمكن اشياء تكون مفيده وحجمها صغير عدت بنعوضها للمريض ونعطي له اياها كمان مره. هاي فكره اللي هو الدارس. لاحظوا انه لو عندي مثلا كونتينر على سبيل المثال وعندي سيمي بيرميبل ممبرين الفتحات اللي فيه احجامها بتسمح انه تعدي اكيد زي جزيئات الميه كمان، بالاضافه للسمول موليكول زي الشوجر، لكن اللارج موليكول زي البروتينات ما بتعديش. خدوا بالكم انا جايبها بالخطا
هنا المفروض على الزرقاء هذه اللي هي لارج موليكولز. الفكره انه بدينا من كونسنتريشن اعلى في الحته هذه، ولعنا الفتحات بتسمح للسمول موليكولز انها تعدي، عشان كذا خلينا نشوف حتكون الحركه في الجانبين بطبيعه الحال، لكن بالتاكيد حيكون اللي هو ايه الحركه في اتجاه من كونسنتريشن اعلى اللي في الحته هذه سايد 2 بمعنى اخر لسايد 1 بتكون حركه اعلى، لكن هذا لا يعني انه ما فيش حركه في الجهتين. حضلت انتقل الحركه طبعا لما نصل انه تقريبا الكونسنتريشن خلينا نقول متساوي بالنسبه للاشياء اللي انتقلت، بضل الاشياء اللي ما انتقلتش اللارج موليكولز زي البروتينات مثلا الزرقاء هذه بتضل موجوده على ايش في جانب واحد. عشان كده احنا استخدمنا فكره الدايليسز هنا انه نخلي اشياء تبعد او نعملها فلتره او نعملها ريموفال من خلال انها تعدي من ايش من الممبرين، والاشياء اللي عايزين نحتفظ فيها بتضل موجوده. وهنا وصلنا لمرحله اللي هو ايكوليبريم، خلاص يعني صارت الحركه في الاتجاهين تقريبا متساويه سواء هين او هين. عشان كده الاشياء اللي بتعدي من خلال الممبرين هنشوف الكونسنتريشن بتاعها هين وهين تقريبا متساوي، بينما الاشياء اللي ما بتعديش ظلتها موجوده في الجانب اللي هو ايه في الجانب الاخر اللي كان موجوده. الازموز او الازمولاريتي مثال ثاني او انذر اكزامبل على الباسيف ترانسبورت. انا عندي وضع شفنا في الدايليسز ان انا بسمح لجزيئات او جزء من جزيئات السيوت المذاب انها تعدي من خلال الممبرين. طيب اذا كان عندي الممبرين والسيوت اللي موجود ما بعديش الممبرين السمي برمي بالممبرين والسوليوت المذاب في جهه ما بعديش، وانا بدي اصل لمرحله الاكوليبريم، ايش البديل بيكون امامنا؟ ايش البديل؟ البديل بيكون انه السولفنت هو اللي حينتقل، خلينا نفترض انه السولفنت مي على سبيل المثال. الان يبقى السولفنت هو اللي حينتقل من سايد لسايد المذيب بطبيعه الحال، بينما السوليوت حيظل، طبعا حيظل ينتقل السوليوت. واضح انه انا عندي السوليوت في اتجاه ما والكونسنتريشن فيه اعلى، بس وضع الممبرين ما بيسمحش انه السوليوت هو اللي ينتقل. لكن انا عندي الان الكونسنتريشن في اتجاه ما هو الاعلى والسوليوت لا ينتقل. عشان اقدر اعادل الكونسنتريشن على الجهتين، الحاجه اللي بدي العب فيها السوليوت مش قادر اعمل ولا حاجه، مش قادر يعدي. الحاجه اللي بدي العب فيها او بدي اغير فيها اللي هي السولفنت، عشان كده بدي انقل السولفنت او بدي ينتقل السولفنت من خلال الممبرين للجهه الثانيه. عشان كده الازموزز اللي هي حركه السولفنت، السولفنت غالبا بيكون ميه بطبيعه الحال، من اتجاه اللي هو حد يقول لي من اتجاه كونسنتريشن اقل لكونسنتريشن اعلى ولا العكس؟ بالضبط، واحد بيقول لي اللي هو حركه السولفنت من كونسنتريشن الاعلى سوري من كونسنتريشن الاقل للكونسنتريشن الاعلى. طبعا ليش المساله هذه؟ عشان اعادل او اقدر اوازن ما بين التو كونسنتريشنز، لان انا مش قادر احرك السوليوت بدي احرك السولفنت. الان كل ما كان عنده كونسنتريشن اعلى وانا بضيف له سولفنت الشيء المذيب بمعنى اخر، معنى كده انا بخفف مش كده؟ عشان كده اللي هي الازمولاريتي اللي هي بتكون حركه السولفنت المذيب الميه غالبا من كونسنتريشن اقل لكونسنتريشن اعلى، طبعا عشان اخفف الكونسنتريشن الاعلى واقدر اصل لمرحله الاكوليبريم او الاتزان. بتضل الحركه موجوده هذه ما لم يصير عندنا حاجه اسمها اوزماتيك بريشر او اللي بنسمع فيه الاوزماتيك بريشر، كان يكون انه مثلا خلص وصلنا لمرحله من الاكوليبريم او الهوميستاسيس، ما فيش امكانيه انه سوائل او مزيد من السائل او السولفنت ينتقل بطبيعه الحال، او الحجم اللي بنحكي فيه عنه الافيلابل لانتقال السيوت اكتفى، خلاص ما ضلش في عندنا امكانيه ننقل شيء يعني. هاي فكره الدايليسز سوري الاوزموزيس انه انتقال السولفنت من كونسنتريشن اقل لاعلى عشان نخفف الكونسنتريشن اعلى. وهنا بنوضح المساله هذه بمثال اللي هو عندي بيكر في هذه اللي حمراء هذه اللي هي ريد بلاد سيلز، ريد بلاد سيلز. انا عندي ثلاثه كونديشن زي ما احنا شايفين، الميه طبعا في داخلها الريد بلاد سيلز، وزي ما احنا شايفين الكونسنتريشن الحاجه اللي موجوده في الميه كميتها اقل من الموجوده في داخل الريد بلاد سيلز. بمعنى انا هنا بستخدم مصطلح هايبوتونيك، مقصود هايبوتونيك سولوشن اللي هو الكونسنتريشن لشيء ما اقل منه مقارنه بالكونسنتريشن لايش في داخل الريد بلاد سيلز. الان بدي احكي عن مبدا الاسموزيس اللي هو بدي اخفف الكونسنتريشن اللي موجود هنا، وبالتالي بتوقع الحركه بشكل اساسي تكون من الخارج من الهايبوتونيك للداخل. طبعا انا بزيد حجم الميه في داخل الريد بلاد سيلز، طبعا هذا لا يعني انه ما فيش حركه في المقابل، بس
المجمل انه معظم الحركه من الخارج من الهايبوتونيك للداخل، طبعا عشان اخفف التركيز الموجود في داخل الريد بلاد سيلز. طبعا النتيجه انه السيلز بتاخذ مزيد من الميه وممكن ايه تصل لمرحله اللي هي رابتشر او تنفجر بمعنى اخر. الوضع المعاكس لما احط الريد بلاد سيلز في داخل كونسنتريتد هايبرتونيك تركيز جوا اعلى، نفس المبدا بس انا بدي انقل من كونسنتريشن اقل سائل لكونسنتريشن اعلى عشان اخفف الكونسنتريشن اللي موجود. بالتالي انا بسحب من الميه اللي موجوده من التوتال فوليوم ميه اللي موجود في داخل الريد بلاد سيلز لايش، وبضيفه لايش لبرا عشان اخفف الكونسنتريشن. طبعا هذا بتوقع في المقابل ما دام انا بسحب ميه، طبعا شوف الحركه في الاتجاهين بس بتكون عاده في اتجاه من داخل للخارج اعلى بكثير، بسحب الميه عشان كده بتوقع انه ايش شرينكج او ضمور للريد بلاد سيلز. هنا وضع اللي بسميه ايزوتونيك، بفترض انه الكونسنتريشن في الحالتين خارج وفي الداخل متساوي، عشان كده النت موفمنت بتقريبا زيرو، يعني كميه الميه الداخله للريد بلاد سيلز تعادل كميه الميه الخارجه، عشان كده ما بتاثرش شكل اللي هو الريد بلاد سيلز. هذا اللي بسميه ايزوتونيك كونديشن. بناء على المفهوم هذا بكره ان شاء الله لما تشتغل في معامل كذا وتشتغل في بنك دم، طبعا في بنك الدم لما بتكون تصرف وحدات او تعطي وحدات دم لانسان محتاجه لمريض على سبيل المثال، بتكون تاخذوا وحدات الدم هذه اللي بتكون تعطوها له وتفحصوها وتشوفوا هل يناسبها ممكن تنعطى بدون مشاكل للشخص المريض هذا، بتكون تفحصوا السيرم بتاعه يعني. عشان كده بيلزمكم خطوات انك تعملوا ووشنج للريد بلاد سيلز من الدونر اللي بده يعطي وحده الدم. الان حسب المعطى اللي بنحكي فيه الاوزموزز والحاجات اللي زي كده، فكركم ممكن استخدم ميه في عمليه الواشنج للريد بلاد سيلز عشان اعملها ميكسنج مع السيرم مثلا بتاع اللي هو الريسيبيان، ممكن استخدم الميه في المساله هذه. والبديل للميه اذا كان ممكن او ممكن، اذا كان ممكن وضحوا ليش يعني، واذا كان مش ممكن ايش البديل للميه عشان نستخدمه في عمليه الواشنج للريد بلاد سيلز، وايش البرنسبل في المساله هذه. بتصور اذا استوعبتوا النقطه هذه اللي انا بحكيها في الاسموزيس ممكن تجاوبي بسهوله على السؤال هذا ايش البديل. اذا ما كنتش قادر استخدم الميه، وهي يمكن جاوبت السؤال، اذا ما كنتش قادر استخدم الميه في عمليه الواشنج للسيلز او للريد بلاد سيلز، ايش البديل اللي بستخدمه وليش في الحاله هذه. طيب عندنا كمان نمط ثاني من الترانسبورت اللي هو لما احكي عن شغلات كبيره او احجام كبيره، يعني لا كارير بروتينز ولا تشانل، وبالتاكيد ما بتعديش من خلال اللي هو ديفيوجن بشكل مباشر من خلال الممبرين. هنا بحكي عن مصطلح الاندوسايتوسيس اللي بستخدمه للشغلات او للاحجام الكبيره خالص خالص، مش كبيره يعني بستخدم حبه بكتيريا فيروس حاجات زي كده يعني، او ماكرو موليكولز مثلا يعني. طبعا الاندوسايتوسيس المقصود فيه عمليه انترنالايزيشن او ادخال لداخل الريد بلاد سيلز من برا يعني. وممكن اقسمها الاندوسايتوسيس لعمليه فاجوسايتوسيس اللي بسموها ايتنج لارج موليكولز ايتنج او سيلولار ايتنج، يعني الموليكولز اللي شويه اللي فيها كده هيك يعني. بينوسايتوسيس بسميه سيلولار درينكينج، الموليكولز الاصغر او الاشياء ذات الاحجام الاصغر. نوع الثالث ريسبتور ميدييتد اللي هو من خلال ريسبتور. طبعا المنطق بقول ريسبتور ميديوتد ممكن يكون مور افيشنت ومور كده يعني مور سيلكتيف يعني بمعنى اخر. خلينا نشوف كمان مره الفاجوسايتوسيس اللي من فاجو ايتنج، مقصود فيه سيلولار ايتنج الخليه بتوكل يعني، بينوسايتوسيس الخليه بتشرب او سيلولار درينكينج، وهنا المقصود اللي هو ايه ريسبتور، المساله بتتم من خلال مستقبلات. هنا بشكل بسيط توضيح عمليه اللي هو الاندوسايتوسيس والاكزوسايتوسيس، هنا اشياء مراد ادخالها. طبعا احنا بناخذ فيزيكال من خلال البلازما ممبرين، بعد ما ناخذه الطرفين هذول، طبعا هذا من صفات الممبرين سبونتينيوس سيل بسكر مع بعض، هذا من خصائص الفلويديتي بتاعت الممبرين. هنا بكون سحبت اللي هو الممبرين فيزيكال او الفيزيكال هذه للداخل عشان ايه الاشياء اللي عملت لها سيل فاجوسايتوسيس تبدا تستفيد منها. طبعا بتبدا مجموعه الانزيمات والحاجات تشتغل عليها لغايه ما ايه بوست برودكت او ما تبقى منها بدها تعمل له اللي هو ايه سوء الكلام هنا يعني. احنا عملنا الانترنالايزيشن، اخذنا الاشياء اللي بدنا اياها، وبعد كده من خلال اللي هو انزيمات موجوده في اللايزوزوم ما تبقى الوست برودكت بدنا نعمل له اللي هو ايه اكزوسايتوسيس.
يعني زي ما اخذنا حته هنا من الممبرين من خلال الانسايتوسيس بدنا نرجع تقريبا اللي هو نفس الحته او يعني حاجه مشابهه لها نضيفها للممبرين. يعني زي ما بناخذ من الممبرين بنعاود من الاندوسايتوسيس بنضيف له في حكايه الاكزوسايتوسيس، وفي الحالتين خاصيه الممبرين بتسمح انه ناخذ منه وبتسمح انه ايش نضيف له. هنا لما بدنا نركز شوي على الريسبتور ميدييتد اندوسايتوسيس، وهذا طبعا انكريز افشنسي اوف انترنالايزيشن، وهذا بنتبعها بتتبع الخليه في ظروف خاصه ممكن تزيد الكفاءه بحوالي 1000 ضعف 1000 او 1000 فولد، تزيد عمليه الافشنسي بتاعت الفاجوسايتوسيس. واحد من الكلاسيكال اكزامبلز لما نحكي عن ريسبتور ميدييتد اندوسايتوسيس اللي هو ال LDL low density lipoprotein، واحد من اللايبوبروتينز اللي موجوده في البلد واللي من خلاله بيتم نقل الكوليسترول. ال LDL او low density lipoprotein، وهذا ان شاء الله هتاخدوه بتوسع برضه لما نحكي في الكلينيكال على موضوع اللايبوبروتينز. ال LDL هو عباره عن توليفه من الدهون والبروتينات يتم من خلالها طبعا اللايبوبروتين بشكل عام في انواع كايلو مايكروز في ال دي ال ال دي ال اتش دي ال، كل واحد له وظيفه او بنقل شيء ما. خلينا نركز على ال دي ال اللي هو يصنع في الليفر، والوظيفه الاساسيه بتاعته انه ينقل الكوليسترول من الليفر لايه؟ للبريفرال تيشو. طبعا هذه المشكله عشان كده بسموه باد كوليسترول، لانه هو بيزود كوليسترول لايش؟ للبريفرال او بزيد نسبه الكوليسترول. طبعا لما يصل للتيشو يفرز من او سكريتد باي ذا ليفر ويصل للتيشو، هنا من خلال اللي هو ريسبتور او في ريسبتور عشان يتعامل مع ال دي ال وياخذه للداخل. هنا المساله انه لما ال دي ال يتاخذ من قبل الريسبتور الموجود على البريفرال تيشو، هنا بعد كده بصير له انترناليزيشن وبس الفاجوسوم او الفيزيكال حامل ال دي ال مع الريسبتور بتعمل فيوجن مع اللي هو اللايزوم اللي فيه مجموعه انزيمات بتعمل دايجيشن. بعد كده نسحب او ناخذ الكوليسترول للداخل للسيتوبلازم، والريسبتور بتاع ال دي ان بنطلعه برا عشان ينعمل له ريسايكلينج او عاود يشتغل كمان مره. طبعا الكوليسترول يستخدم اكيد شوف بتذكروا هو جزء من الاستراكشر بتاع البلازما امبرين، يستخدم في تصنيع البلازما امبرين. اذا كان خليه جزء من الجلاند زي مثلا الادرينال المظلة والحاجات اللي زي كده بصنع الادرينال كورتكس بصنع مثلا اللي هو ايه استيرويد هرمونز، ممكن تستخدم الكوليسترول في تصنيع الاستيرويد الهرمون وهكذا. لاحظين انه زياده الكوليسترول ممكن يكون سببها اكزوجينس، يعني الانسان بوك كميات كبيره من الدهون والحاجات اللي زي كده، وهدول الناس خاصه الكبار في العمر يعني معرضين يصير عندهم مشاكل اللي هو ايه الكوليسترول اللي هي بتكون اثيروسكلوروسيس او تصلب شرايين. بس في عندي ناس خاصه البريماتشور او الناس الصغار اللي عندهم جينيتك ديفكت، وين بيكون الجينيتك ديفكت؟ في الريسبتورز المستقبلات. وظيفه الريسبتور اللي موجود على البريفرنت تيشو انه يسحب ال ال دي ال اللي جواه او حامل الكوليسترول ويدخله لداخل السيل عشان تستفيد منه. فاذا كان الريسبتور هذا في جينيتك ديفكت، ما هو بروتين، اذا كان في جينيتك ديفكت يبقى يعدم او ما فيش عنده القدره انه يعمل انترناليزيشن او يدخل كوليسترول، وعشان كده بنجمع كميات كبيره من الكوليسترول في البلد في خارج الخلايا. طبعا هذا برضه بتكون اللي هو بريديسبوزنج فاكتور للاثيروسكلوروسيس، بس في الحاله هذه بنسميه بريماتشور، يعني متعودين على الاثيروسكلوروسيس تصلب الشرايين في الناس الكبار، بس عند الناس هذول اللي عندهم جينيتك ديفكت في ال دي ال ريسبتور ممكن يكون في الناس اللي ايش حسب طبعا اذا كان هوموزايجوس او هيتروزايجوس ممكن يكون يصير عندهم تصلب شرايين في مرحله مبكره جدا من اعمارهم. طبعا ممكن كمان المشكله تكون مش في ال دي ال ريسبتور، ممكن تكون في ال دي ال نفسه او جزء ما في بروتين موجود في ال دي ال اللي هو بيشبك على الريسبتور. ما هو ال دي ال لازم يشبك على الريسبتور في حته ما او بروتين ما، وهناخده ان شاء الله في الكلينيكال كيمستري في اللايبوبروتين الوظيفه بتاعته انه يشبك ال دي ال مع ايش؟ الريسبتور. يبقى قد يكون الخلل في الريسبتور نفسه وقد يكون الخلل في البروتين اللي موجود على ال دي ال اللي وظيفته يشبك مع الريسبتور، في الحالتين يترتب عليه انه جينيتك ديزيز طبعا اللي هو فرصه او زياده فرصه او الشخص المصاب طفل يعني او البريماتشور انه يصير عنده جينيتك ديزيز او اثيروسكلوروسيس. هنا تعطى علاجات عادة عشان تخفف نسبة اللي هو الكوليسترول او تصنيع الكوليسترول. خدوا بالكم الستاتين دراجز مجموعة دراجز وظيفة بتاعتها انها تقلل نسبة الاندوجينس الكوليسترول،
اندوجينس، يعني الكوليسترول اللي في الداخل اللي وصلنا في الداخل، مش الكوليسترول اللي بيجي عن طريق الاكل. بطبيعه الحال خلينا اقول يعني كمعلومه انه بالنسبه للستاتين وظيفتها او هي انهبيتورز لتصنيع الكوليسترول، وبالتحديد الريت ليميتنج ستيت في الكوليسترول سينثيسيس، الريت ليميتنج ستيت في الكوليسترول سينثيسيس. ويمكن عند احساس ان سامع واحد بيقول الانزيم اللي بتعمل اكتيفيشن او بمشي الريت ليميتنج ستيت في تصنيع الكوليسترول اللي هو هيدروكسيميثايل جلوتاريل كو اي، هيدروكسيميثايل جلوتاريل كو اي. يقبل ستاتين دراكس بتعمل انهبيشن للانزيم اللي هو ايه، هيدروكسيميثايل جلوتاريل كو اي، وبالتالي بتقلل تصنيع الاندوجينس كوليسترول. هذا العلاج بنعطى للناس اللي ايه عندهم مشاكل اثيروسكلروسيس عشان يقلل نسبه الاثيروسكلروسيس. برضه من خلال نفس الريسبتور ميدييتد ممكن زي البي 12 على سبيل المثال والايرون، ممكن تشتغل على مبدا اللي هو اندوسايتوسيس من خلال ريسبتور ميدييتد بروسيس. كمعلومه انه بعض انواع الفيروسز ممكن تستغل الريسبتور هذه اللي هي وظيفتها انها تدخل اشياء ومن خلالها يدخل مولكولز. بعض الفيروسز ممكن تستغلها وتدخل من خلالها لداخل السل زي الانفلونزا فيروس على سبيل المثال. يعني ممكن يكون اللي هو الريسبتور هذا اللي من خلاله بيعمل ريسبتور ميدييشن او ميدييتد بروسيس في ادخال شيء، ممكن يستغله فيروس ويدخل من خلاله. طبعا مش اي فيروس، لازم يكون الفيروس شبيه الى حد ما بالستراكشر بالايش بالشيء اللي بيشبك على الريسبتور يعني. وهذه الميزه اللي او الشغلات اللي ممكن تعملها الريسبتورز تو ايفيد اميون ريسبونس او تتهرب من جهاز المناعه، انها تشكل او تاخذ او اشياء انها تكون شبيهه بشكل الشيء اللي ممكن يشبك على الريسبتور اللي بتدخل من خلاله. طبعا ده رسم توضيح للمساله. هاي ال LDL من خلال ريسبتور بنعمل اندوسايتوسيس، حاجه بنسميها كلاثرين كوتد فيزيكلز، حنحكي عن المساله فيما بعد. كلاثرين بيت كوت، طبعا دخلنا اخذنا الريسبتور مع الكوليسترول مع ال LDL، وهنا بندخله هنا بنعمل اللي هو فيوجن مع اللي هو الاندوزوم اللايزوزوم، يعني اللي هو ايه بيحمل مجموعه الانزيمات او الدايجستيف انزيمز اللي شغلتها تعمل ايه دايجشن للاشياء اللي بنجيبها من خارج السل. هنا بصير عندنا سكندري فاجوس او سكندري فاجوزوم او سكندري فيزيكل اللي هي فاجولايزوزوم. هنا بنصير كوليسترول مع اللي هو او ال LDL مع اللي هو ايه الانزيمات اللي موجوده. هنا طبعا بطبيعه الحال ال LDL بيطلع بيرجع تاني بنعمل له ريسايكلينج بيرجع للبلازما مبرين، وفي المقابل ال LDL اللي دخل هنا الانزيمات بتعمل له كيش ديجريديشن عشان تطلع الكوليسترول ويطلع الفري كوليسترول، وتستخدم الخليه في تصنيع الامبرين او حسب ايش بيستخدم اذا كانت بتصنع منه هرمونز او زي كده. اخر حته بديش يعني مش مهمه بالنسبه لكم يعني، بس على الاقل للذكر يعني، بس مش طالبها منكم يعني، اللي هي الليب درافت. طبعا الليب درافت له حديثا يعني صار بتصوروا على انه الليب درافت المقصود فيها عباره عن دومينز موجوده في البلازما ممبرين، مجالات يعني موجوده في البلازما ممبرين تتكون اساسا من كوليسترول وسفينجوليبيدز اللي هي هذه بتعطي نوع من الكومبارتمنتاليزيشن او خلينا نقول حدود ما او دومين ما او سيوله ما في داخل البلازما ممبرين. هذه الاشياء طبعا مع وجود اللي هي الاشياء هذه اللي هي بتسمح انه تعمل ريكروتمنت لبروتينات اللي موجوده في البلازما ممبرين اذا كانت عايزه تشتغل. يعني بمعنى اخر الليب درافت هذه تتكون اساسا من كوليسترول وسفينجوليبيدز، هذه تعمل مجال او دومين او كده البروتينات اللي عايزه تشتغل شيء ما في البروتين كانه يكون مستقبلات او تبعت سيجنال لداخل السيلز. يعني هو يفترض انه المكان هذا اللي تتجمع فيه عشان لانه في نوع من السيوله، وطبعا برضه اشياء ثانيه بتتجمع فيه تعمل كونتاكت مع البروتينات هذه عشان توصل الاشاره هذه. هنا زي ما بقول لكم يعني جانجليوسايت فوسفاتاد الانستول انكارد بروتين، يعني البروتينات اللي بتتجمع في المنطقه هذه بتكون كونكتد او ايش مرتبطه بالجانجليوسايت فوسفاتاد الانستول. هنا طبعا البروتينات هذه اللي موجوده اساسا في البلازما مبرين لما بدها تشتغل سيجنالينج او غيره بدها تتجمع في منطقه اللي هو الليب درافت. طبعا عمليه السيباريشن للليب درافت عمليه معقده وتايم كونسيوم بتاخذ وقت يعني ودرجه سنترفيجيشن عالية جدا جدا عشان ندرس ايش البروتينات اللي موجودة فيها اللي بتعمل على سبيل المثال
يعني بمعنى اخر بدي ادرس بروتين بعمل سيجنالينج، بدي افصل الليب درافت هذه بطريقه ما واشوف مكان البروتين هذا هل موجود فيه ولا مش موجود فيه. وهذا زي ما قلت لك حتى هذه الليب درافت يعني بس مجرد العلم، يعني اذا واحد بقرا فيك وفي كتاب ومرت عليه يعني ما يكونش اول مره بيسمع المصطلح هذا. هنا برضو اللي هو الرسمه زي كده، يعني كيف الليب درافت زي ما بحكي حتى ما في الممبرين، في الممبرين بتجمع فيه الكوليسترول والسفنجومايلين او السفنجوليبيد مع كوليسترول مع حاجات زي كده. هذه الحته اللي بتعطي مجال او نوع من السيوله للبلازما برين بزياده، يعني عشان تعمل ريكروتنج للبروتينات الموجوده في الاذر باس او في النواحي الثانيه من البرين عشان تيجي للمنطقه هذه وتبدا تشتغل شغل. بكده انا بكون انهيت من الشابتر رقم 3 بيولوجيكال ممبرينز. اذا في اي استفسار او حاجه احنا قريبا ان شاء الله بدنا نرتب حلقه او على الزوم كده هيك جلسه نقاش نتفق عليها. طبعا زميلتكم اللي هي الريبريزنت بتاعكم حتوصل لكم المعلومات هذه، نتفق ان شاء الله على التاريخ وعلى الموعد. وبكون اللي عنده سؤال عنده استفسار ما فيش عندنا اي مشكله. كده بنقول يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.